المباراة التي أدارها بامتياز السيد مصطفى غربال وطاقمه تميزت في البداية بتبادل اللوحة الرمزية للروح الرياضية بين الفريقين كشعار سيبقى يجمع الأخوين الجارين. الملاحظة المسجلة هي التوافد الكبير لجماهير اتحاد عنابة التي استحقت جائزة أحسن جمهور السنة الماضية، جمهور شغوف وتواق لإعادة فريقه إلى مكانته الطبيعية وهي المحترف الأول. نلعب الدقيقة 7 وخطأ فادح في دفاع اتحاد عنابة استغله خط هجوم شبيب تسكيكدا حيث انتهت الكرة عند اللاعب خناب خليل الذي أسكن الكرة مرمى الحارس بن مالك موقعا أولى إصابات المباراة، والمدرجات انفجرت بفرحة هستيرية كما تشير الصور التي التقطها زميلنا يوسف مزاهي. أصحاب الأرض لم يركنوا إلى الوراء بل تمكنوا عند الدقيقة 19 من إضافة الهدف الثاني بعد عمل رائع واختراق سريع للمهاني مرر في العمق وعمران فارس تخلص من المراقبة الدفاعية ووقع الهدف الثاني، فكانت الفرحة فرحتان على خط التماس وعلى المدرجات. اللاعب يتواصل والمدرب بشوية محمد لم يكن مطمئنا رغم فارق الهدفين، ومحاولات الشبيبة تواصلت وكانت أخطرها التي قادها بطروني مرر للمهان يضيع ما لا يضيع. نسجل هذه المحاولة الوحيدة لاتحاد عنابة في نهاية المرحلة الأولى التي طبعها الجمهور بتشجيعات رياضية بدون انقطاع واستحق عليها الاحترام. المرحلة الثانية آلة الهجوم سكيكدي تواصل العمل هذه المرة مع محاولة زكريا بن حسين، المحاولة من نوع السهل الممتنع وكاد يضيف الهدف الثالث. عند الدقيقة 72 وإثر خطأ فادح من حارس الشبيبة قاسم صفيان في إبعاد الكرة، المهاجم بوسيف كان قريبا استغل الثغرة ووقع هدف تقليص الفارق، والصورة المعادة توضح هل تجاوزت الكرة الخط أم لا. إلى ذلك هجوم اتحاد عنابة انتعش أكثر وخلق العديد من الفرص لتقليص الفارق أمام صورة رائعة لجماهير استحقت الثناء بتشجيعها الرياضي. الدقائق الأخيرة عرفت خروج لاعب اتحاد عنابة داود فريد بالبطاقة الحمراء بعد تلقيه للإنذار الثاني، ونفس الشيء بالنسبة للقائد عادل معيزة، لكن في إطار رياضي وتقبل لقرارات الحكم أمام أعين المدرب الأخضر عجالي. ونهاية المباراة في روح رياضية عالية وبطاقة تقدير للجماهير على الروح الرياضية ولرجال الأمن على حسن التنظيم.